شو هذا مصنع البرجر؟ أبي أشوفه. وقفوا عنده. عندكم أشياء حلوة في النجا الصراحة، وهذا شارع الروان مصنع البرجر. شو مصنع البرجر؟ أبي أدخل داخل وأشوفه. تعال معي. بسم الله ما شاء الله. هذا طلع ماركم، هو شكل المكان الداخل ما شاء الله. شوفون معي. وهذا هو المينيو مالهم بعد. طلع عندهم أفرع في الأنبار، فلوجة والرمادي والبصرة حي الساعي وبغداد زيونة بعد. ما شاء الله طلع عندهم أفرع. شوفون الأطباق اللي نزلت. أنا اخترت هذه وهذه بعد. بجرب وأعطيكم رأيي. شو رأيكم بالساندويتش هذا؟ شكله شكله مشهي يا جماعة. الطعم شيء من الآخر ما شاء الله. بس تعمقت في الموضوع معهم شوي وسألتهم ليش اسمه مصنع البرجر. اتضح انه عندهم مصنع للبرجر موجود واساسا في بغداد. فانا عامد اني بروح عليه بشوفه في بغداد. هذه الاولى اسمها فاكتوري برجر، وهذه الثانية اسمها ماشين برجر. شوف كيف شكلها ما شاء الله. صراحة تجربة جميلة لمصنع البرجر في النجف، وقريبا بزور مصنعهم اللي في بغداد، هناك اللي يصنعون البرجر والصوص والاشياء هذه بشوفكم اياها. وايضا لضيق الوقت، ولا انا ودي اني اصور لكم اشياء كثيره في النجف، قاعد اكتشف اشياء جميله ما شاء الله. شيء من الاخر. مرحبا، يعطيكم العافيه. انا عند مصنع البرجر، وانا وعدتكم انه في مصنع في بغداد بجي اصوره. هنا يتم انتاج كل شيء. خلينا نشوف. هذا هو شكل المصنع من الداخل، وهنا الاداره عندنا. ندخل على الاداره ونشوف. حلو في الإدارة إن مراقبين كل شيء في الكاميرات، فاللوجة والرمادي والبصرة كل شيء تحت المراقبة. وأيضا هذا المصنع مجاز من قبل وزارة الصحة واتحاد الصناعات العراقية. شيء جميل. الحين لبسوني كامل مثل ما تشوفون عشان ندخل على قسم الإنتاج، وأي حد يدخل قسم الإنتاج لازم يلبس اللبس هذا. تعال معي خلينا نشوف. هذا هو قسم الإنتاج. قبل ما ندخل في أشياء حق التعقيم، لأن هم مهتمين في موضوع التعقيم والوقاية. ندخل داخل ما شاء الله صلاة على النبي. شوفون معي كيف هنا في المكان يتم تجهيز كل شيء، تغليف وتعليف. وهذه الشاورما بعد ما شاء الله شيء من الآخر. في لحم، في دجاج بعد. هذا يتم تعليب كل شيء في المكان. بعدين شو اسم الجهاز هذا؟ باكيوم. وهذه بعد براداتهم في المكان، يتم تبريد وفي تجميد داخل بعد. الشيء اللي شفناه اليوم هو شيء جميل، بس فهمت شيء بعد، ان هذا المصنع ما يجهز بس مطاعم الخاصه، لا يجهز مطاعم اخرى بتجهيزات غذائيه كامله. اخيرا انا كثير سعيد بان اشوف مثل هذه الاشياء موجوده في العراق. شيء مفرح والله.